بنت لما بتحلم لازم تشقى ومن عمرها بيضيع الوقت. يا سنيني أنا خلاص تعبت، كنت الأم وكنت الأخت والدمع على عيني تبل من بعد ما مر هالعمر. بدي برجع هاك البنت من هاللحظة صار الوقت رجع روحي لإلها اشتاق. طيب رؤي خلص طولي بالك شوي، خلص رؤي رؤي اهدي لك، لشو كل هالدموع؟ خلص اهدي. بابا خفنا عليك كتير. حاولت اتصل فيك على موبايلك بس كل ما دقلك لقيه مسكر. وينك كل هالوقت؟ كنت معي كل شي منيح. ايريش اطمن. خلص بقى حاج تسألوا، جاي تعبان على البيت خلوه يرتاح شوي. آسف لأني رحت بدون ما أخبركن، بس هلأ أنا كتير تعبان رح أرتاح شوي، برجع بحكي لكم. ايه ابني روح ارتاح. ماشي. ماهين بدي اياك تحلف بحياتي انك من اليوم ورايح ما عاد تطلع برات البيت بدون ما تخبرني. شبكي برتيبة؟ لا تضلي خايفة، تعالي عادي عادي. برتيبة عن جد كتير آسف، اضطريت اطلع بدون حتى ما اخبرك، وموبايلي كمان ما كان في شحن، وبصراحة ما عاد تذكرت وين حطيته وما بعرف كيف مضي الوقت وما حسيت على حالي. عن جد أنا ما كان قصدي أني أشغلك بالك، آسف. لا لا ماهين، لا ما في داعي تعتذر مني، بالعكس عم أقول الحمد لله أنك رجعت لنا بخير. سلامتك عندي إياها بالدنيا كلها. أنا بوعدك من اليوم أني ما عاد أتخانق معك أبدا أبدا، صدقني ماهين بوعدك بهالشي. طيب حبيبتي فداكي. رتيبة أنا كتير تعبان، رح حط راسي ونام بلكي برتاح شوي. بالأول خليني أجيب لك شي تاكله، بتنام بعد ما تاكل. ماشي يلا ما بطول. غريب Oh.
إبراهيم راح لهنيك؟ اهلا فيكم بتجارب اداء رانشي للمغنيين المتميزين. يا جماعه اذا بتريدوا يا ريت تحافظوا على الهدوء شوي صغيره. الهدوء والالتزام دليل على احترامكم لنا، وانا بعرف منيح مو مصدقين حتى تبلشوا، وانا رح كون معكم بكل شيء شوي وبتوصل لجنه التحكيم يلي حتقيم ادائكم لليوم. خلونا نشوف مين رح يستمر معنا ومين رح يغادرنا، رح نعرف هالشي بعد لحظات قليلة. يلا يا شباب، انتم مستعدين؟ ليكي هون قديش مليان عالم براتيبا، تقولي مسيرة؟ ماهين معقول كل هدول؟ بدي اتنافس مع كل هالعالم؟ لا لا براتيبا، نص اللي شايفتيهن ما بيعرفوا يغنوا، هلأ بتشوفي كيف؟ رح تكوني أحسن من الكل. انت لا تخاف ماهين، بما انه اجينا لهون مستحيل اقدر اتراجع. ماهين هالشغلة مو مشاني، مشانك انت أنا رح أشارك بتجارب الأداء. منفوت؟ ولا يهمك، كلكم رح تعرفوا استيقظ. شو؟ روحي. خلينا نسأل هنيك. هاي الاستمارة وفيك تعبيها هناك لو سمحت. تفضل. كيف فينا نقدم؟ روحوا لعند الشباب. شكرا. إذا بتريدي. إذا بتريدي ورقة جديدة عشان ضيعت الورقة القديمة. شكرا لك. أعطيني هاي الورقة. هاي ورقتك، روح الصف الثاني. مين مشارك، ابنكم ولا بنتكم؟ لا لا هو نحن. انا اجيت لهون من شان ولادي اصلا، بس الشباب خلوني وقف هون بصف الاهالي لعبي الطلب. ليكي نحن غلطانين،
برأيي نرجع نسأل. طولوا بالكم شوي يا جماعة، شوي شوي. من هونيك على الصف الثاني. الكل يروح لهنيك. تفضل من هونيك. تفضلوا من هون على اليسار. تفضل من هون. عفوا. تفضل. انت لوين بعتتنا؟ وين صف المتسابقين؟ خليكم ورا البنت. صف المتسابقين من هون. انتوا روحوا لهنيك ووقفوا بصف الأهالي. قلت الأهالي؟ لا فهماننا غلط، هي بتكون مرتي وهي المتسابقة ومعنا بطاقة دخول ذهبية. عفوا أستاذ، المفروض تقلي عن هالشي من قبل، لكان من هي الجهة. هون؟ ايه من هون. ليك اطلع على هالعالم، شكلهم مو هاممهم غير مصلحتهم وبس. ايه معك حق، شكلها مو فرقانة معهم، كل همهم الشهرة. طلع جايين وجايبين معهم واسطة كبيرة كمان، لهيك معهم بطاقة ذهبية. روحي يلا. تفضل. مدام، استاذ، طلب واحد اخير وبس. مثل ما بتعرفوا نحن بحاجه لنوع من التسليه مع المواهب بهذا البرنامج، فخلال الاختيار بتمنى منكم انه تعطوا للمشاركين فرص لحتى يخلوكم تضحكوا وتبكوا كمان، ليكون في ببرنامجنا نوع من الاثاره. عرفنا في وحده مع زوجها ربت منزل وعندها اولاد، اجت لحتى تشارك ببطاقه ذهبيه. يعني فيكن تقولوا رح نفوتها للتسلية وبس، يعني من الآخر نحن بدنا نعمل حكاية من وراهم. مدام؟ وينو اسمي؟ دورت عليه كتير. يلا ناديلهم بأسمائهم بسرعة شوي. ماشي، شكرا. رقم 7. طيب. عفوا. رقم 7. انتوا ليش جايين لهون؟ لتسرقوا فرصتنا وتروحوا؟ اسمعيني. بتعرفي لو كانت هالمسابقات على ايامها؟ او حتى لو كان عند الفرص السهلة يلي انتوا عم تحصلوا عليها هالايام؟ وقت اكيد كانت شاركت وفازت. شو يعني جاي من العصر الحجري؟ من العصر الحجري؟ ليش هي مو مسابقة غناء؟ وأي حدا صوته حلو فهو أكيد بيقدر يشارك فيها؟ وأنا بعرف إنه العمر مانو مهم بعالم الفن. أنا برأيي بدال ما تغني روح اتعلم تكون محترم. رقم 7. سمريتي، كيف لقيتي لي أهل المتسابقة؟ تفضلي أعطيني رأيك. أنا بصراحة ما بظن إن خرجت تكون معنا. هاتي قولي لي لشوف، شو العلامة اللي بتتوقعي تاخديها يا أنسة على الأداء اللي أنت أديتي؟ 10/10. اسمعيني منيح، لكان من هاي العشرة أنا بدي أخذ منك العدد 1 وأعطيكي 0. على فكرة أنا ما ظلمتك أبداً، بس أدائك ما بيستاهل غير 0. أستاذ كمان بتحب تمزح؟ نحن هون ما عنا مزح. انتي عندك احترام للموسيقى؟
قولي لي بحياتك كلها تدربتي على الغناء؟ عندك مثل أعلى شيء؟ مدام بس أنا يلا أمشي من هون. الرقم 6 أجيت براداهان. هي يلا روح وفق روح غني براتيبا. بعده بيجي دورك عادي. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالتجارب الأداء. رح نتعرف على متسابقة تانية. هالمتسابقة كتير مميزة ومع بطاقة ذهبية. مدام ممكن تعرفين على اسمك؟ أنا اسمي السيدة براتيبا أجرافال، وهاد بيكون زوجي السيد ماهين أجرافال. بصراحة نحن هون كلياتنا مستغربين، كل المتسابقين الموجودين هنن أصغر منك بالعمر. إذا ممكن مدام، أنت قادرة تردي على كل هالتساؤلات؟ بس قبل نحن لازم نسمع صوتك. غنية واحدة لو سمحتي. شو مدام؟ تاركي صوتك بالبيت؟ شو؟ ليش خايفة وملبكة كل هالقد؟ ليك هاي شكلها خجلانة. شو رأيك تغني غنية من أيام زمان؟ سلام على صوتك الحلو يلي بجنن. انت بهالطريقه اللي غنيتي فيها رح تكوني منافسه كتير قويه لنا. ادائك كتير منيح. شو رايك يا ترى رح يختاروكي؟ يعني انا ما بعرف اذا رح يختاروني، وحابه اقول شيء لكل الناس اللي موجودين برا وهون معنا. بسبب زوجي انا عم شارك بهالمسابقه اليوم، وانا بدي اتشكره من كل قلبي. ممتاز، هالشي كتير منيح. بس ممكن تقلي لنا شو السر بصوتك؟ يعني انت عملتي شي تدريب للغناء؟ هو بصراحة اكيد في شخص انا تعلمت منه، وبفضله انا موجودة هون بالمسابقة، وهالشخص هو معلمتي. وين ما كانت موجودة بهي اللحظة انا بحب قلها انت حتبقي مثلي الاعلى. انت الشخص اللي خلاني حب الموسيقى، ورح أكون الأفضل دائماً كرمال آنستي وكل اللي بحبوني، وكرمال كل العالم يلي بحبهم. أنا رح حاول فوز اليوم. الرقم 7 براتيبا أجرافال. لو سمحتي تفضلي. مين عنا هلأ؟ استني 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 استني، براتيبا أجرافال هلأ. تأكدي إنه ثقتي فيك كتير كبيرة، وبعتقد رح تكوني الأفضل. بتمنى لك التوفيق. نروح؟ موسيقى
بعتذر منك كتير مدام، ما رح تقدري تشاركي بتجارب الأداء. للأسف انحذف اسمك من القائمة. شو؟ انحذف؟ بعد إذنك، شو اللي عم يصير؟ نحن ورجناك إنه معنا بطاقة دخول ذهبية، طيب ليش هيك عاملونا؟ عفواً أستاذ، كل الحكام يلي جوا طاقة عقلهم وجانين على الأخير، عن جد ما بينطقوا أبداً، خاصة هاي اللي اسمها شوبرا. أنتِ شو اللي قلتي؟ شوبرا؟ شو؟ مدام شوبرا مالك، حكم منطقة رانشي، معروفة إنها وحدة ظالمة. ما رح خلي هالمرة توقف بوشنا ابدا. انتي استنيني هون، ما رح طول. بس بعد ايدك. من بعد اذنك اطلع لبرا. من الاول عرفت اي نوع من الاشخاص انتي. هالمرة اللي بيناتكن عم تلعب مشاعر زوجتي، هاد الشي ما بصير. معقول يكونوا بيعرفوا بعض؟ لا أنا عن جد ما بعرف ليش هالزلمة عم يحاكيني بهالطريقة. هو اللي راح على المعهد وطلع مرته من صفي، مو أنا. هالحلم كان أكبر حلم بحياة زوجتي من هي وصغيرة، وكانت فرصة لها لحتى توصل صوتها لكل العالم، بس لأنه براتيبة ما كانت تجي على صفك وما تعلمت منك، أنت عم تحاولي تنتقمي. عملتي مشكلة من قصة صغيرة. شوبرا، مشاركة مرتي بالبرنامج هو حلم عمرة، عم تفهمي؟ ما تحاولي تنتقمي بأنك تعملي لها مشكلة، فهمتي؟ اسمعني، إذا بتريد اطلع من الغرفة هلأ. تفضل، ونحن الثلاثة رح نناقش الموضوع وبعدين بنخبرك لما نوصل لقرار. لبرا لو سمحت، إذا بتريد. شوبرا، هاي المتسابقة واحدة من طلابك وزوجها إجا وهو عم بيوجه لك أصابع الاتهام كمان. طيب نحن شو لازم نعمل؟ انت شو عم تعملي؟ عم تشككي بالتزامي؟ هذا الحكي إهانة لألي، أنا طالعة من هون فورا. استني شوبرا، لوين؟ شبها والحل هلا. نحن صار عنا قصة زيادة. ايه بس انا متفاجئ ومصدوم، يعني من ردة فعل جوزة لبراتيبا وموقفه من شوبرا. وهلا شو رح نساوي؟ شوبرا طلعت وهي معصبة كتير. ما تقلقوا، انا بصالحها، ما تقلقوا. ماشي ماشي. طيب وهلا شو بدنا نعمل مشان براتيبا؟ زوجة اجا لهون وبصراحة كان كتير معصب، خايف انه يساوي لنا مشاكل كتيرة. اسمعوا، رح نعمل قسم خاص لقصص المواهب اللي معنا بالاشتراك مع ماهين أجرافال وبراتيبا أجرافال. ليكي شوبرا، فيني افهم شو سبب العداوة اللي بينك وبين مرتي؟ ما بتتركي ولا فرصة مشان تهنيها؟ ما كان بدك تعلميها، مشان هيك رجعتي لنا الرسوم وسكتنا، بس هاد اللي عم تعمليه هون شو إله داعي؟ ماهين هو؟ اهد شوي، خلاص. العمى ماهين روق. تم استدعائكم حتى تجوا بكرة على الساعة 9. Thank you.
شو ماما؟ بسرعة حكي لي شو صار معكن هنيك؟ ما عاد فيني استنى. ايه انمول ابني، خلاص خلي اهلك يرتاحوا شوي على القليلة. شو انتو منكن تعبانين؟ صراحة برتيبة نرفضت. لا انت شو عم تحكي معين؟ بس بعدين مش الحال، برتيبة رح تروح بكرة. شو حلو. بكرة؟ آنستا لبراتيبا شوبرا هنيك باللجنة وساوت لنا هالقصة كلها. الله أعلم شو هو السبب وليش هيك كرهانتا. عكل حال وافقوا بالأخير، لهيك بكرة الصبح رح نروح. حلو براتي، هاي الخطوة مهمة إلك، هالبرنامج رح يساويكي نجمة كبيرة. أوف يا، مو معقولة أنتي بنتي، فهميني ليش دائماً متشائمة وشك ما بيتفسر؟ بتضلي عطول مبوزمة ومتضايقة. ماما يعني أكيد ما رح كون مبسوطة، أصلاً ولا شي بالبيت عم يمشي مزبوط، وبنتك المدللة ما عاد إلى أي قيمة بالبيت أبداً، الكل تاركني بس لحتى أتعب وانشغل بشغل المطبخ. وهديك سلفتي براتيبا ملكة المطبخ بلشت تستمتع بحياتها. ماما هي عم تقضيها تسلاية ومشاوير، وأنا تعرفي ماما هن نختاروها مشان تجارب الأداء بكرة لبرنامج تالنت هانت. رح جن ماما، أنا ولا شي، خلص أنا انتهيت هلأ، ما عاد إلي قيمة. سكتي سونيدي، وجعتي لي راسي من النق. اللي عم تفكري فيه صدقيني ولا شي منه حيصير، تركي الأمور تمشي وشوفي سلفتك كيف حتوقع عوشها، وابقي تذكري اللي قلتلك يا، فهمتي؟ عن جد فقلتيني بحكيك ماما. رح ساوي شو ما بتقليلي بالحرف الواحد. باي ماما، شكرا شكرا كتير. باي. براتيبا عدي لنحكي. ماهين إذا بتريد، أنا عن جد مشغولة، خلص منحكي بعدين. طيب ركزي لك شوي، شوفي شرشف حاططيه بالمقلوب. أنا ما بعرف كيف هيك. براتيبا تعي عادي، يلا حبيبتي. فيني أعرف ليش متضايقة؟ براتيبا أنت صوتك حلو بجنن وبيطير العقل، صوتك رح يكون سر نجاحك صدقيني. بعدين ما في داعي تخافي، ما أنا موجود جنبك دائما. قلي لي ليش كل هالقلق؟ ماهين أنا ماني خايفة أبدا، أنا بس شوي ملبكة ومتوترة. أنا حاسة حالي اليوم هيك كتير مخربطة وضايعة. بس الشغلة مانا صعبة براتيبا، بما انك قررتي ومصرة انك تعمليها كل شي رح يزبط. استني دقيقة بس. شوفي هاد، بكرة حتلبسي هالساري، هذا لبستيه بعيد ميلاد بيهو وطلعتي فيه كتير حلوة. اللي بقلك كتير وطلعتي مميزة، فأكيد حتطلعي أحلى على التلفزيون. ماشي معين، خلص أنا رح ألبسه لأنك أنت حابه. براتيبا بكرة يوم مهم ورح تشوفي بعينك، حاسس إنه شي كتير كبير رح يصير، رح يكون رائع. أنا ناطرك.
بحياتي ما شفت ماهين مبسوط كل هالقد. أكيد أنا السبب، أكيد هو مبسوط كتير مشاني، وحتى هو كمان مبين عليه مبسوط أكتر مني ومو واسعته الدنيا، وعم يعمل كل شي بيقدر عليه لحتى أنا أقدر شارك بهالمسابقة. إن شاء الله أقدر أكون عند حسن ظنه. شوفي براتيبا ماهين، حاسة في شي هون غريب كتير. يعني هالعالم اللي هون فيها شي غريب، واليوم المفروض يكون تاني يوم بالمسابقة، لهيك ليش الناس قلال؟ لازم يكونوا أكتر. حبيبتي مو وقته هلأ لتتوتري، خلص انتي انسي هالموضوع هاد، هاي فرصتك هلأ، حاولي ما تضيعيها وركزي. كل شي رح يكون تمام، لا تاكلي هم، خلينا نروح ونستفسر. يلا. عفوا براتيبا أجرافال إمتى دورة؟ دقيقة لو سمحت، لسه في مع شوية وقت. ماشي نحن ناطرين. خلص 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 بكفي، نحن سمعناك منيح وبظن أخذنا قرارنا. انت عن جد مهضوم يا زلمة، مو معقول انت قديش طالع برهات اللحن، مو معقول. اسمعني بصراحة، أسلوبك بعيد كل البعد عن اللحن، وغنائك فاشل كتير كمان. اسمع منيح، لا بها ترجع لعنا أبدا، لأنه غنيتك كتير 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 زعجتنا. تفضل لبرا. شكرا لك. كتير بتمنى أنه هالزلمة يعرف أنه صوته ما بيلبق له الغنى أبدا. بتصدق أنا بشفق على هدول وعلي بيسمعوا أغنيون؟ تعرفي أنه هي أكتر فقرة أنا بحبها بالبرنامج؟ لأنه هي أكتر جولة بتسلي، يعني المغنيين الحقيقيين بجهة والعالم اللي بتسلي بجهة تانية. حكيك صح 100%، يعني هدول النماذج اللي بيجونا بيسلونا أكتر من غيرهم. المسا منشوف إذا عن جد في ناس أصواتها حلوة. اللي كيف كان أدائك؟ أنا عن جد مبسوط. هم كانوا عم يضحكوا وأنا عملت هيك. براتيبا أجرافال. إيه ليك جاهزة براتيبا؟ تفضلي لجوا، صار دورك. براتيبا ليكنا، هي نحن قدرنا نوصل لهون وأخيرا. يلا فرجيهم كيف بيكون الغنى. روحي. هي نفسها تبع امبارح. براتيبا أجرافال. براتيبا انتي جاهزة؟ ايه يلا بلشي غني. اسمعوني، خلصوا كل المغنيين، هلأ بدنا شوية سلايو بس، يعني خليها تغني شوي وبعدها استجوبيها، اسأليها أسئلة محرجة ومشوقة. مفهوم. وقفي شوي. بلشت تسلاي. هلا بلشنا. شو القصة؟ إذا أنتوا ما حبيتوا هاي الغنية أنا ممكن غني لكم غير نوع. لا لا ما في مشكلة، بس قلي لي شغلة، أنتي ليش شاركتي بهالمسابقة هلأ بالذات؟ قصدي أنتي كمظهر مبين عليكي ربة منزل، شو اللي خلاكي تشاركي وأنتي بهذا العمر؟
يا ريت تجاوبينا بكل صراحة. أيوة بصراحة أنا بعشق الغناء من لما كنت بنت صغيرة، هذا شغفي بالحياة، ومشان هيك اجيت لهون لأنه بدي حقق حلمي من خلالكم. وبصراحة عيلتي بدهم أكثر مني بكتير إني حققوا لهذا الحلم وإنجح، بس لهيك أنا اجيت لهون. لازم تسألوها شي خليها تتلبك، شي ممكن يحبوه الناس. طيب ماشي. هيك لكان يا براتيبا كنتي عم بتقولي إنه عيلتك بتساندك وبتوقف معك بكل خطوة. أي كتير. طيب لكان قليلي مين بالتحديد من العيلة ساندك أكتر شي لحتى تجي لهون وتبلشي بهيك خطوة كتير كبيرة؟ زوجي ماهي. اليوم إذا أنا واقفة هون قدامكن وعم أقدر غني بكل أريحية في هالشي، بس بسبب مساندته الكبيرة إلي. حلو. اللي عم تحكيه له معنى واحد، إنك إجيتي لهون لأنه زوجك حابك تجي. لشو؟ يعني معقول ما عندك ثقة بحالك؟ لا لا، مو هيك القصة. أنا ثقتي كتير كبيرة بحالي، بس زوجي عنده ثقة أكبر فيني، وثقته هي اللي بتعطيني القوة اللي بحتاجها. سمريتي؟ أبهاي؟ نادونا لزوجة، خلونا نشوف شو ممكن يحكي. بدنا شي يحرك مشاعر الناس، شو انتو فهمتوا علي؟ ويا ترى زوجك إجا معك؟ ايه طبعاً برا. إذا بتريدوا معلش تنادوا لزوجة؟ ايوه. يا ربي شو بدهم من ماهين؟ حضرتك زوجة لبراتيبا؟ ايه. لجنة التحكيم طالبينك لجوا. ماشي. مرحبا، تحياتي. أهلين. أهلين فيك. شو؟ أكيد غنيتي منيح. ماهين، ماني عارفانة شو اللي عم يصير، ما خلوني كمل غنى، ما بعرف لشو. الحقيقة خليناك تفوت لعنا لهون منشان نشرح لك شو يلي صار مع زوجتك. استاذ ماهي، زوجتك كتير لطيفة وصوتها حلو مثل ابتسامتها، وبصراحة حكت لنا عنك، وكمان خبرتنا كيف تستمد ثقتها بنفسها وشجاعتها منك، وإنك كمان بدك إياها تصير نجمة مشهورة، لهيك ضروري نخبركن بهذا الشيء انتو الاثنين سوا. وبصراحة زوجتك هلأ بحاجة مساندتك أكتر من أي وقت. أنا ما بعرف شو رح تكون ردة فعلها لما تعرف نتيجة مشاركتها. براتيبا وأنا كمان بوقف بصف سمريتي بكل شيء قالته. صوتك كتير حلو وهالشي ما بده نقاش، بس ببرنامجنا ما عم ندور بس على الصوت، بجانب الصوت الحلو في شي تاني مطلوب عنا هون بالبرنامج، وجوده كمان ضروري كتير. الناس ما رح يكونوا مبسوطين كتير بس لمجرد سماع صوتي. أنا أسف على كل شي بدي أقوله يا براتيبا، بتمنى ما تزعلي مني، بس نحنا ما قدرنا نشوف الشي اللي عم ندور عليه بموهبتك، فبنعتذر منك. شو قصدكن؟ شو بدكن تقولوا؟ احكوا بوضوح. طيب مثل ما بدك رح نحكي بوضوح. يا أستاذ عمر، زوجتك أكبر بكتير من باقي المتسابقين معنا هون، لهيك أنا بعتذر منك. شو هاد الحكي اللي عم بتقوله؟ إذا القصة هيك ليش استدعيتونا لكان؟ هي مسابقة غناء، يعني الحكم بس على الصوت مو على الشغلات التانية. يا أستاذ هدي حالك وما تعصب وحاول تفهم اللي أنا عم أقوله بالضبط. أي قرار نحن مناخده فهو أكيد لمصلحة براتيبا. كيف لمصلحتها؟ إذا حضرتك قررت أن ما بتعرف تغني وما بتقدر تكمل البرنامج بدون ما تعطيها فرصة، إذا القصة هيك لكان ليش جبتونا لهون؟ جبتونا لتتمسخروا علينا وتهينونا؟
شو مفكريننا اغبياء؟ يعني بتقصد انه اعضاء اللجنه غلطانين بحكم؟ انا ما قلت انه انتم غلطانين، بس يلي فهمته من كلامكم انه انتم ما بتكون زوجتي تشارك بهاي المسابقه، لهيك عملتوا هاي القصه. هاي مسابقه غناء، بس باين انه الغناء ما له اي اهميه. انتوا عم تستدعوا الناس وتتمسخروا عليهم بس لتتسلوا. بالاساس مفكر انه مدام شبرا ما انا عادله، وهلا جاي عم بتقول اثنيناتنا غلط. يمكن ما اكون خبير بمفاهيم الموسيقى مثلكم، بس انا عندي خبره بالناس وفيني اعرف طبيعتهم. انا بقدر افهم هذا الشيء لحالي بوضوح. انتوا ما كنتوا عادلين مع زوجتي، كلكم صافين مع شبرا. انتوا عباره عن عصابه. شبرا ما بدها زوجتي انه تشارك بتجارب الاداء بالبرنامج، بقى ليش هالمسرحيه؟ ما هين خلاص. يعني كل اللي عم بيصير بسببي؟ إذا أنت كنت حاسس إنه ما كنا عادلين مع زوجتك وغلطنا بحكمنا، بسيطة، نحن رح نلاقي حل لهالمشكلة. أنا قررت إنه زوجتك تحصل على فرصة تانية. وبكرة منشوف إذا بتقدر تثبت لنا إذا نحن غلط ولا لا، ورح تحصل على فرصة وحيدة وبس. صغير ولما كبرت شفت بحالي هاك البنت، لما بتحلم لازم تشقى ومن عمرها بضيع الوقت. يا سنيني أنا خلاص.